السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبائي متابعي قناة الفلوجة الفضائية في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج اسأل طبيبك. ارتفع عدد الأطفال الذين يعانون من مرض السكري في الآونة الأخيرة بشكل مقلق، لا سيما وأنهم في حاجة إلى الكثير من الانضباط الذاتي للسيطرة على هذا المرض، ويغير السكري حياة الطفل المصاب والأسرة والمجتمع بأكمله. تشير آخر الإحصاءات فيه أن نسبة المصابين زادت 11% في آخر 5 سنوات، والملايين من الأطفال سيصابون بالسكري ما لم يزداد الوعي لدى شعوب العالم. التشخيص المبكر لهذا المرض وأهم الأعراض وكيفية التعامل مع طفل السكري، العلاج وأحدث طرق لمراقبة الإنسولين، كل ذلك في هذه الحلقة، تابعونا. أحبتي المشاهدين، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الأرقام الموجودة أسفل الشاشة أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك اسأل طبيبك. تقرير عن مرض السكري عند الأطفال عده زميل أمجد الكويسي، خلينا نشوفه سوا. تعتبر الطفولة مرحلة عمرية هامة في حياة الإنسان، وغالباً ما يعاني الأطفال الذين لم يتلقوا رعاية في مجال الغذاء والدواء من مشاكل صحية وأخرى تتعلق بطبيعة الجسد وقدرته على مواجهة الأمراض أو الوقاية منها، حيث يصاب العديد من الأطفال بأمراض عديدة ومنها مرض السكري. وبحسب المصادر الطبية، يعد السكري من النوع الأول الأكثر شيوعاً بين الأطفال، وهو حالة مزمنة يتوقف فيها البنكرياس عن إنتاج هرمون الأنسولين، حيث يعاني الأطفال المصابون بالسكري من النوع الأول من فقدان القدرة على إنتاج الأنسولين، مما يؤثر سلباً على حياتهم الطبيعية. وللحفاظ على صحة طفلك من مضاعفات مرض السكري، عليك القيام بخطوات عملية تساعده للوقاية من مخاطر المرض، وذلك باتباع نظام غذائي صحي والعمل على خسارة الوزن في حال كان الطفل يعاني من السمنة المفرطة، فضلا عن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، إضافة إلى استشارة ومراجعة الأطباء بشكل دوري. لبرنامج اسأل طبيبك، أمجد الكويسي. أهلا بكم أحبتي المشاهدين، رحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم، أخصائي طب الأطفال حاصل على البورد العربي لطب الأطفال الدكتور محمد سعد. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا، شرفتنا. الله يحفظك، مساء النور. دكتور، مرض السكري هو بالعموم هو مرض مزمن، احنا يعني شوية يصير عندنا مشكلة من انه واحد بالعائلة موجود، بس انه خلاص هو كبير بالعمر وصار عنده مرض السكري. طيب الاطفال يعني حقيقة مشكلة متابعته، ومشكلة انه احنا شلون نفحص، فالموضوع خلي نبدي بيه من البداية، نريد نعرف اصلا شنو السكري وشنو اعضاء بالجسم اللي خلي نقول مسؤولة عن هذا الموضوع، شلون يصير؟ تفضل. بداية السكري انه هو عدم قدرة الجسم على ضبط مستوى الجلوكوز داخل الجسم، وهذا طبعا احنا عندنا نوعين معروف، هذا النوعين اللي هي النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول طبعا هو البنكرياس، هو اللي يفرز لنا الانسولين. الانسولين شغله مثل شغل حارس البيت، اللي هو يفتح الباب ويدخل الضيوف او يسد الباب وما يخلي احد يدخل. فالانسولين هو الحارس، والجلوكوز او السكر هو اللي يدخل للبيت. الجلوكوز هو الطاقه اللي تجي للجسم، فاحنا نحتاج انه يكون اكو فد انسولين حتى يضبط لنا موضوع دخول الجلوكوز او السكريات الى داخل الخليه. اذا ما عندنا انسولين، الجلوكوز راح يبقى بالدم، الخليه ما راح تستفاد من عنده، فلذلك الطفل تحسه مرتفع عنده السكر لكن ما عنده نشاط، تعبان،
أقرب للكسل، ما عنده طاقة، ما عنده طاقة. بالضبط بالضبط. فهاي الفكرة الأساسية من الإنسولين. النوع الأول أنه الإنسولين يكون قليل أو يكون معدوم، أنه البنكرياس مدى يشتغل، المفروض هو يفرز لنا الإنسولين، فيكون عندنا النوع الأول ماكو إنسولين. النوع الثاني لا، أكو إنسولين لكن أكو مقاومة له، فما يشتغل بالطريقة الصحيحة. أغلبية الإصابات عند الأطفال أكثر من 95% هي الإصابات اللي هي النوع الأول من السكري، اللي هو الإنسولين يكون قليل أو يكون معدوم الجسم. طيب دكتور، يعني ممكن يصير خلينا نقول نوع ثاني بالطفل ونوع أول بالكبار؟ وارد طبعا، بالكبار غالبا هو النوع الثاني، لكن النوع الثاني ممكن يتحول إلى النوع الأول من مقاومة إلى حد ما تشوف احنا يعني شوف هواية كبار ياخذ حبوب أدوية فترة معينة وما تتحسن الأمور عنده، فيضطر أنه ياخذ الإنسولين، لأن يعني الإنسولين مالته أصلا مدى يعني مدى يجيب نتيجة. بالأطفال لا، أغلبيتهم النوع الأول، أكو النوع الثاني نشوفهم بعمر المراهقة خصوصا بالأطفال الإسمان اللي هم عندهم الحركة قليلة، عندهم السمنة، موضوع الأكل طبعا دائما الأكل نقول عليه بالنسبة للأطفال الأكل الجاهز، المطاعم، كلها من الشغلات اللي تأثر على مقاومة الإنسولين فيصير عندهم النوع الثاني من السكري. طيب دكتور، أكيد هو أكو أسباب هواية، بس يعني خلينا نقول هل الوراثة بالعائلة هي السبب الوحيد لو أكو أسباب ثانية؟ بالأطفال الجانب بالأطفال الوراثي موجود، أو الجانب نقول عليه الجيني. نعم. جينيتك، يعني أكو استعداد عند الطفل أنه يصاب بهذا النوع. نعم. يعني ماكو فد سبب محدد أقول لك والله هو هذا السبب، لكن أكو استعداد عند الطفل أنه يصير عنده السكري. أكو أنواع، يعني أكو نظريات عن موضوع الفيروسات اللي تصيب الجسم. أحيانا الفيروسات قد تسبب نشاط أو اضطراب بنشاط المناعة مال الجسم، يعني إحنا نقول عليه اضطراب المناعة كل اضطراب المناعة يعني بالضبط بالضبط. فإحنا لما يدخل فيروس أو بكتيريا إلى داخل الجسم، وغالبا اللي مرتبطة بالسكري هي الفيروسات، لما يدخل الفيروس المفروض أكو مناعة بالجسم، أجسام مضادة تهاجم هاي الفيروس. ذول المرضى أو الأطفال اللي يصير عندهم سكري يصير عندهم فتخربطة بالنظام المناعي، فالمناعة راح تقوم تهاجم الجسم فتهاجم البنكرياس، لذلك تضرب الخلايا اللي هي يسموها بيتا سيلز اللي هي تفرز الإنسولين، لذلك تعطلها عن العمل. وأحيانا طبعا تضرب مناطق أخرى، هاي الأنتيباديز يعني ممكن تأثر على الدماغ، ممكن على الكلى، أكو بيها عدة أمور. لكن في حالة السكري الأجسام المضادة شو نسميها احنا، نيران صديقة سموها أنت بالأخبار، لما يصير قصف نيران صديقة، فهي نيران صديقة تأثر على عمل البنكرياس، وبالتالي راح يصير الطفل عنده مصاب بالسكري. نعم. عندي اتصال. نعم عندي اتصال. أم إسلام، سلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، من صلاح الدين. ممكن سؤال الدكتور؟ نعم تفضلي الدكتور يسمعك. السلام عليكم دكتور. يا أهلا ومرحبا. أنا عندي أولادي الكبير 7 سنوات والأصغر منها بنتي 5 سنوات. الدكتور يعني هو سؤال خارج عن يعني نعم. عن موضوع الحلقة هو السكري. ماشي. يعني هم أولادي مين مول، يعني وراجعت عدة أطباء سجلتهم، يعني سجلوا لهم عدة علاجات بس ماكو فايدة، يعني ممكن تنصحني إيش أسوي معهم؟ لأن يعني بنتي يعني طولها 94 سنتيمتر، ابني متر يعني عمره 7 سنوات ويلا يعني 100 سنتيم. 100 سنتيم، يعني موضوع فشل النمو عند الأطفال دائما يكون إلى أسباب يعني هواية، يعني صعب بصراحة أنه أجاوبها، لكن بالتأكيد يعني إن شاء الله تسمعين الإجابة. أنا أنصحها بصراحة تراجع يعني طبيب أطفال. نعم. ويكون يعني يأخذ وقت يعني وياهم، لأنه لازم يأخذ تفاصيل كل شيء هواية، يعني ابتداء من يعني من الولادة أو ما قبل الولادة. نعم. وفترة أول سنة من عمرهم، نوع التغذية اللي يأكلوها، إذا أكو تاريخ عائلي بالعائلة عندنا بالعائلة ضروري طبعا بالتأكيد، يعني فبيها تفاصيل كل شو هواية، يعني صعب بصراحة أنه أجاوبها، لكن أنصحها أنه تراجع الطبيب حتى يأخذ تفاصيل أكثر، ويعني إن شاء الله يعني بالتأكيد راح يساعدها، موضوع ينحل إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. طيب دكتور، يعني إحنا كنا دا نحكي على أسباب السكري، قلنا هو ممكن يصاب فيروس، ممكن يصير عنده خلينا نقول بسبب فيروسات، ممكن بسبب الوراثة. أكو أسباب ثانية، مثلا
خلينا نقول إذا عنده مثلا مولود بتشوه بالقلب أو حتى بالأمعاء، ممكن حتى يوصل للبنكرياس، هذا الموضوع يسوي لنا سكري لو لا يعني؟ هو لا يعني المفروض ما يصير عنده سكري بهاي الشغلات إلا في حالات بعض المتلازمات، وهي طبعا من الشغلات النادرة. عادة أكو شيء من الوراثي، السكر الوراثي اللي يبين عندنا بالسنة الأولى من العمر، هذا في نوع محدد أصلا إله فد يعني أسباب جينية معروفة، بس نسبتها كلش قليلة بالأطفال. أما اللي تحكي عليها اللي ممكن تسبب لنا تشوهات بالقلب أو تشوهات بالأمعاء، ممكن إصابة الأم بالسكري أثناء الحمل. يعني لما تكون الأم الحامل عندها سكري، سواء سكري هو من قبل الحمل أو سكري أو الحمل اللي يصير بالحمل، هذا معرض إذا طبعا كانت ما مسيطرة، ما مسويت له سيطرة تامة على السكري، ممكن يأثر على الطفل وبتأثيرات على البنية مالته الجسدية أو على البنية الأملاح والسكري. يعني مثلا الطفل اللي أمه مصابة بالسكري وما مسيطرة على مرض السكري، أول شيء راح يصير عنده يعني بس ينولد معرض أنه ينزل السكر عنده، لأنه دائما ينتقل السكر من الأم إلى الجنين. فالبنكرياس مالته يشتغل فيصير عنده نسبة الإنسولين عالية، فلما يطلع يعني إلى الحياة يروح السكر، يروح السكر اللي جاي، فراح ينزل السكر عنده. فلذلك لازم نراقبه، مثلا مرات ندخله للمستشفى كل ساعة كل ساعتين ناخذ له قراءات، أو يعني فإذا نازل ننطي رضاعة، إذا الطفل ما يتقبل الرضاعة ممكن ننطي عن طريق الأنبوب. يعني يصير خلينا نقول سكر وقتي، يصير عنده هبوط بالسكر وقتي طبعا، يعني يمكن يوم يومين يروح. لا لا هو أكيد يروح، بس هاي من الشغلات اللي تحتاج أنه الطبيب يعني يوضحها للأم الحامل اللي مصابة بالسكري، أنه تولد بمستشفى يكون طبيب الأطفال موجود، النيرس اللي الطاقم الطبي يكون يعني واعي على هذا الموضوع انه راح ينزل عنده السكري. ايضا الكالسيوم ممكن انه يعرض معرض انه ينزل الطفل ينزل عند الطفل. من باب التشوهات اللي ذكرتها حضرتك بالقلب، وطبعا تشوهات القلب من الشغلات اللي نشوفها عند الاطفال، عند الاطفال اللي امهاتهم مصابين بالسكري لازم نشيك لهم ايضا موضوع الغده الدرقيه، لانه ممكن هبوط او خمور الغده الدرقيه يكون مصاحب لهاي الحاله. طيب دكتور، إذا نبدي بالخدج اللي هما أول أيام ينولدون، ممكن نكتشف أنه هو هذا الطفل خلينا نقول عنده سكري أو النوع الأول؟ وصعب يعني قصدك أنه بعدين راح يصير عنده؟ صعب طبعا يعني، ما لا لا طبعا لا، يعني حد الآن ماكو هيك إمكانية أنه تقيم هذا لا ماكو هيك إمكانية طبعا. زين، يعني أنه قصدي ممكن نسوي له شغلة أنه ممكن يعني يمنع السكري عنده لو ما يعني ممكن. مو بأول شهر أو أول سنة يعني. إحنا يعني من الشغلات اللي دائما الناس يسألون يقولون والله إحنا عندنا مثلا سكر بالعائلة أو عندنا طفل مصاب وجانا طفل جديد، شلون اعرف مثلا هو ما مصاب، او شنو اللي اقدر اسويه حتى اتجنب اتجنب هاي الموضوع؟ هيك يعني نقدر نجاوب احسن. اي افضل يعني اول شيء رضاعه طبيعيه، رضاعه طبيعيه تنطي حمايه للطفل افضل من الرضاعه الصناعيه. هذا من الجانب الاول. لما الطفل يبدي يتحرك ويبدي يعني يعبر السنه ويقوم يمشي، النشاط الرياضي دائما يضيف قوه للطفل تجاه هاي الامراض خصوصا مرض السكري. النوم ضروري ايضا، النوم طبعا، النوم الطفل لما يكون الطفل ينام باوقات محدده، خصوصا الاوقات يعني اللي احنا دائما ننصح بيها من الساعه 9 بالليل للستة الصبح، هاي من الامور طبعا يعني نمط الحياه، يعني بين النوم وبين الاكل وبين الحركه، نمط الحياه هو اللي يخلينا الطفل هذا ممكن لا سمح الله لو كان عنده استعداد للسكري ممكن يصير، او ممكن احنا نحاول نتجنب حدوثه. نعم. طيب عندنا اتصال. ام محمد، السلام عليكم. أم محمد من نينوى، أهلا وسهلا. تفضلي. ممكن سؤال؟ نعم دكتور يسمعك، تفضلي. إحنا عندنا طفلة عمرها 10 سنوات بها سكري صعب. نعم. ما نعرف يعني هو علاج السكر ولا لا؟ يعني أنتوا فحصتوها؟ زي السكر عم نضربها أنسولين. ده تضربوها أنسولين ومسيطرين عليها؟ لا والله ما يتأثر عليه. زين. يعني أغلب المرات في 50 وصل ضحى صعدنا 535. يا 500 هواي. نعم. نعم شنو سؤالك عليه؟ نعم. يعني هو وراه
حياتي له خوفه صار فيها هذا السكري، ما نعرف انه هو يعني شلون. انتوا عندكم احد من العائله قديما اطفال شيء صاير بيهم هذا الموضوع؟ عندنا مو اطفال، كلهم كبار بالعمر يعني صار بالسكري. نعم ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه، شكرا جزيلا. دكتور هم متخوفين انه هو عندها سكري وما يدرون هل هو على قولتها من اثر صدمه او شيء ما اعرف، هي ممكن اكو هيك سبب؟ هو هذا طبعا دائما الناس يقولون انه سكري يسبب الصدمه، ممكن بطريقه غير مباشره الصدمه، لكن كشيء ربط مباشر بين الصدمه وبين السكري يعني ما مثبت. بس شنو اللي يصير؟ اللي يصير انه الطفل عنده استعداد انه يصير عنده سكري. لما يتعرض الى موقف، مو شرط هذا الطفل، اي طفل يتعرض الى موقف مخيف، اكو فد هرمون اسمه الادرينالين، هذه تفرزه الغده الادرينال اللي هي الكظريه اللي فوق الكلى، هذا راح يساعد بانه يرتفع السكر. الطفل اللي عنده استعداد ممكن يبين او يتزامن هذا الارتفاع السكر ويا ظهور اعراض السكر عنده، لكن كربط مباشر بين الصدمه وبين طبعا لا يعني ممكن اكو هاي ناس يتعرضون الى صدمات ما يصير عندهم سكر. نعم. ليش؟ لانه ما عندهم الاستعداد الوراثي للاصابه بالسكر. لكن الطفل اللي عنده اصلا استعداد افراز الادرينالين بنسبه عاليه وتركيز عالي راح يرفع السكر، فراح نشوف انه ممكن تظهر عليه الاعراض بنفس الوقت. نعم. لكن كربط مباشر 35 عالي كلش طبعا، هذا يعني عالي كلش. انا انصحها بصراحه انه تراجع الطبيب، يعني لازم يتنظم موضوع الانسولين، جرعات الانسولين، شلون نعطي الانسولين. هي سالت يعني سؤال انه هل له علاج شافي؟ نعم. حاليا للاسف يعني ما اكو علاج شافي طبعا غير الانسولين، لكن الانسان يتكيف عاده، وخصوصا الطفل احنا اذا نعوده وكلتنا يكون كجهد عائلي بداخل البيت ممكن حتى نحسن نظام العائله ككل. يعني ممكن احنا عندنا يعني طفل بالبيت مصاب بالسكري، انا راح اضطر هي أكل مناسب له، فهذا الأكل راح يكون مناسب للجميع، يعني أحسن ما بقية الأطفال. الناس يقولون والله ليش أنا هذا طفل مصاب خلي أحرمه، أوكي ليش البقية أحرمهم؟ لأنه غالبية الأكل اللي يأكلوه أطفالنا هو أكل مو صحي، يعني الحلويات والمشروبات الغازية وغيرها. فممكن هذا وجود هذا الطفل اللي مصاب بالسكري ممكن قد يكون فتفاتحة خير للبقية أنه يكون أكلهم صحي، بحيث ما نتعرض إلى مشاكل يعني صار عندنا طفل مصاب حتى ما يصير عندنا 2 و3 لا سمح الله. ممتاز. طيب دكتور احنا خلينا نقول بأي فئة عمرية احنا نبدي نشكك بالموضوع أو نبدي نسوي تحاليل أو نشوف أعراض معينة عند الطفل، بيا فئة عمرية وشنية الأعراض؟ كل الفئات العمرية معرض أن يصير بهم سكري من عمر أقل من سنة وحتى عمر المراهقة والكبار. لكن العلامات اللي تخلينا دائما أنه أنا أفكر أنه هذا الطفل قد يكون يعني مصاب بالسكري، العطش الشديد. يعني شنو العطش الشديد؟ أنه أنا هسه الجو حار، أعرف نفسي أنه أنا كل ساعة كل ساعتين أشرب مي عادي هذا، لكن شيء زيادة عن المعتاد. الإدرار الهواية، بحيث طفل مثلا نظيف بالليل ما يدرع على نفسه، عمره 6 سنوات 7 سنوات ومدربي أهله بحيث بالليل نظيف وينام عادي نظيف، صار عنده بالجديد أنه لا والله قام يعني يقعد بالليل بايل على نفسه، أو مثلا يروح للحمام على غير العادة، فهذا لازم أشك به. طبعا عدم التركيز، قلة التركيز، أنه بالمدرسة ممكن انتبه أنه مستوى الدراسي صار أقل، فهاي من العلامات اللي تخلينا أفكر طفل أنه نشاطه صار قليل، طفل صار تركيزه ضعيف، طفل دا يضعف بدون سبب، برغم أنه طبعا يصير عندهم شراهة بالأكل، يصير عندهم يعني رغبة بالأكل شديدة، لكن تشوفه يأكل ودا يضعف أصلا، مو بس ما يبين وإنما دا يضعف. فهي من الشغلات اللي تخلينا أفكر دائما بالسكري. وأني أنصح دائما كل الأهالي، وأنا اللي أسويه بالعيادة عندي لما يجيني مريض أريد أطلب له تحاليل بشكل عام، يعني مثلا اتشيكه يعني اقول له سوي تحليل سكر وياك. قسم الناس يخافون يقول لك ليش اكو شيء، اقول له لا ماكو شيء، بس اني ليطمئن قلبي مثلا مسوي له تحليل دم مال حديد مثلا او مال اي شيء، اقول له سوي تحليل مال السكر او تحليل الادرار ايضا يبين انه السكر لما يزيد بالدم يطلع ويا الادرار، فيعني يبين اصلا السكر بالادرار. طيب دكتور نقدر نقول انه خلينا نقول يعد من الامراض الخطيره او ممكن يسوي فد مضاعفات باجهزه الجسم الباقيه؟ يعني اذا ما سيطرنا عليه طبعا،
الجلوكوز يعني فد وصف أقربه للمشاهدين، هو مثل القزاز المكسر. قزاز مكسر يمشي بداخل الجسم فيجرح الأوعية الدموية، ممكن يأثر لنا على الكلى، على نسيج الكلى، على الأعصاب طبعا، بس بالأطفال شوي على مدى بعيد، مو مثل الكبار. الكبار أبكر شوي يبين عندهم الآثار الجانبية على العيون. فلذلك ضروري حتى نخلص من هاي المضاعفات أنه تكون السيطرة على السكر هو هذا الحل الوحيد لتجنب المضاعفات. زين، شلون تشخصون هذا المريض؟ خلاص هذا الطفل صار مريض سكري. نعم. حضرتك قلت بالبداية مرات يصير بالبداية هبوط سكر أو حتى صعود سكر. نعم. لأسباب هواية، بس يكون وقتي ويروح. نعم. شلون أنا أحدد هذا خلاص مريض سكري؟ هذول اللي حكينا عليهم هم حديثي الولادة، اللي يكونون أمهاتهم مصابين بالسكر فينزل عندهم السكر، وهذا يعني يوم يومين وينتهي الموضوع. المصاب بالسكر لا، يكون السكر عنده مرتفع. يعني عادة احنا تقريبا الفاستنج اللي هو على الريق ناخذ القراءة بين 70 الى 120 هذا التقريب هيجي، فيكون مثلا يطلع له هو صايم يطلع له 200، هذا يعتبر عالي. بعد الاكل بساعتين تقريبا الى حد 180 القراءة، لما يطلع بعد الاكل 250 و300 هذا يخليني اشك طبعا بالزايد، زائدا انه وجوده بالادرار، زائدا فحص التراكمي اللي هو السكر التراكمي، اللي هو هذا يقيس لنا مستوى السكر بكريات الدم الحمراء. كريات الدم الحمراء عمرها تقريبا 3 الى 4 اشهر، فاني لما يطلع التراكمي الطبيعي، طبعا التراكمي اقل من 6، يطلع التراكمي 7 او 8، معناته عنده مستوى السكر مرتفع صار له فد 3 اشهر على الاقل على هذا المستوى العالي، فنشخص على هذا الاساس. تمام، ويعني خلاص يثبت انه هذا مريض سكري وتبدي تتعامل وياه على انه نعم. مريض سكري. نعم. تمام. عندي اتصال، محمود. اخ محمود السلام عليكم. محمود ياسين من السليمانيه. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا هلا دكتور. عندي ولد عمره 15 سنة. نعم. عنده سكري اتراكم ماله، سويت له تحاليل حتى للبنكرياس، يقول لي يعني شلون من يقولوا لي الطفل شلون من جهاز ياباني البنكرياس شغاله والتراكم 14. يا الله كلش عالي 14. السلام عليكم. فحال حاضر يضرب انسولين، يضرب 10 الصبح 10 بالليل. ايش قد وزنه؟ وزنه ايش قد؟ وزنه 60. 60. 60 كيلو. نعم. نعم زين 60. تمام. نعم. يعني بداية ال 14 عندك دكتور؟ لا لا أنا يعني تمام إن شاء الله تسمع الإجابة أخ محمود. دكتور أخ محمود نجاوبه بعد الفاصل من رخصتك. أعزائي المشاهدين نأخذ فاصل ونرجع لكم، خليكم ويانا يعني. وسهلا أعزائي المشاهدين مرة أخرى، نذكركم أنه يمكنكم الاتصال والاستفسار عن طريق الأرقام الموجودة أسفل الشاشة أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك اسأل طبيبك. دكتور أخ محمود ياسين عنده ابن 15 سنة، عنده سكري، يعني يقولوا له البنكرياس هو شغال، تراكمي 14، وزنه 60، يضرب أنسولين 10 ب10، بس يعني هواية بعد هواية. نعم يعني معناتها لما يكون عندنا التراكمي عالي مثل هذا حالة محمود ابن الأخ محمود، يعني معناتها احنا ما مسيطرين على الموضوع، معناتها احنا العلاج اكو بيه غلط او طريقة الإعطاء او الجرعة. يعني احنا عادة لما نبدي، ليش سألت على الوزن وش قد، يعني مبدئيا نبدي احنا نص الوزن ننطيه كجرعات انسولين بالمجموع، يعني مثلا وزنه 60 انا انطيه 30 وحدة باليوم، يعني هو ياخذ 10 ب10، 30 مبدئيا ابدي بيها واصعد بيها حسب الحاله. نظام اعطاء الانسولين اكو اكثر من نظام، لكن النظام الاحسن واللي هو هسه يعني تقريبا نعتمده ويا كل الاطفال او معظمهم هو انه عندنا نوع السريع الانسولين السريع
اللي هذا يشتغل خلال نص ساعه الى تقريبا 3 ساعات 4، هذا نعطيه ويا الوجبات. وعندنا النوع البطيء اللي ناخذ بالليل، فهذا النوع البطيء اللي نعطيه بالليل هذا راح يبقى شغال لمده تقريبا 24 ساعه. هذا راح دائما، شلون احنا قلنا البواب حارس العماره، راح يعطينا انسولين دائما على الخلايا بحيث الخلايا تكون دائما شغاله، تسمح يعني مرور الطاقه اللي هو الجلوكوز الى داخل الخلايا وما يكون عالي مرتفع الانسولين. واثناء الوجبات لما تجي كميات كبيره من الاكل اللي ناكله احنا واللي يعني من ضمن النشويات اللي هي اللي ترفع السكر، خليه ياكل نشويات وبنفس الوقت نطيب انسولين السريع. هذا احسن طريقه انه احنا حتى نسيطر على السكر، ومبدئيا انه نقيس السكر مرتين ثلاثه باليوم، يعني قبل الوجبات او الصبح اول ما يقعد، بالليل قبل النوم، بحيث الى ان نوصل الى الارقام اللي هي تنزل لنا التراكمي. يعني هذا من دهش تراكمي 14، يعني قراءات شهور. يعني قراءات اليوميه يعني اتوقع 400 500 بالقراءه الوحده. فاحنا حتى نسيطر على الموضوع نعدل نظام الانسولين، نوزعها بشكل صحيح، نخلي الانسولين السريع ويا وجبات الاكل، وناخذ قراءات يوميا لاكثر من مره الى حد ما نستقر على ارقام جرعات معينه. محمود يحتاج يعني مراجعه حتى. انا انصح بصراحه انه يراجع طبيبه مره ثانيه حتى يعدل لموضوع الجرعات مال الانسولين. نعم. عندي اتصال رشيد. السلام عليكم. نعم. حياك الله، اهلا وسهلا اخ رشيد من انبار، تفضل. اهلا وسهلا. سلمك. بس انا دكتور محمد. نعم. عندي استشاره عن مطلقه يسمعك. يسمعك. حياك الله. حياك الله، تفضل. شلون دكتورنا؟ اهلا الحمد لله، حياك الله. الله يسلمك. دكتور، عندي طفل عمره سنه وتسعة اشهر. نعم. صار بيه سكر. نعم. ايش قد صار لك؟ ايش قد صار لفتره؟ صار له ورا صار عمره سنه يلا صار بيه سكر. نعم. نعم. راجعنا دكاتره هوايه بس ما سوينا كل شيء. نعم. ايش قد ياخذ انسولين؟ مو نوبات خط واحد، نوبات أربعة، نوبات ثلاثة، مو شرط. يعني ليش؟ شون تنطيه إياه يعني؟ شيء القياسات، القياسات مالته. نعم. وش قد التراكمي مالته؟ والله التراكم أخير شيء تسعة و تسعة أخير شيء. نعم. شو قد وزنه هو؟ وزنه 10 كيلوات ونص. تمام. إن شاء الله تسمع الإجابة، شكرا جزيلا. عندي اتصال آخر. يلا. السلام عليكم. أبو بكر من الزيالة. السلام عليكم أبو بكر. أبو بكر من الزيالة. السلام عليكم. ماكو. أبو بكر من ديالة، السلام عليكم. ماكو. ألو، السلام عليكم. حياك الله، أهلا وسهلا. تفضل سؤالك، اسمعني من التليفون وحكي ويا من التليفون. أسمعك أني. نعم، يا ريت تعيد لنا الاتصال، شكرا جزيلا. نعم دكتور، أخ رشيد من الأنبار، عنده ابن. نعم. يعني تقريبا سنتين، تراكم المادة 9، هم هواي. نعم، هو نفس الفكرة اللي دنحكي على محمود. نعم. يعني يعتمد نظام الإنسولين، قلت لك أنه أكل الإنسولين البطيء اللي هو إحنا ننطيه مرة واحدة باليوم، هذا يكون عادة بالليل. نعم. ومرات يعني ممكن ننطيه إحنا على جرعتين، والإنسولين السريع اللي ننطيه ويا الوجبات. هو طبعا الاخ ده يقول انه رحت راجعت هواي اطباء. نعم. بصراحه اريد يعني اقول له يعني وبقيه الاخوه، يعني هو ماكو علاج غير الانسولين، زائدا. نعم. تعديل النظام الغذائي. نعم. يعني الطفل احنا ممكن نخليه ياكل يعني هواي، يعني معظم الاكل مالتنا هو نشويات. نعم. يعني خبز، تمن، والبان وغيرها. وهي اصلا ضروريه لنمو الطفل، خصوصا بعمره يعني عمره سنه وتسع. نعم. اشهر. يعني احنا هسه بمرحله النمو الحقيقي. نعم. فموضوع تضبيط السكر، تضبيط الانسولين هو الطريق الوحيد، يعني تضبيط جرعات الانسولين هو الطريق الوحيد حتى يستقر السكر عنده. لذلك لازم يراجع وخلص يستقر على بالتأكيد. يعني وانا انصحه انه يكون البطيء الانسولين البطيء اللانتوس يمشي عليه بجرعه بسيطه، طبعا ايضا نحسبها ايضا على الوزن، وتبقى هذاك ممكن على الوجبات. شلون قال انه مثلا اكل اكله
دسمه شويه نزيد لها، بس على الاقل يمشي على شيء واضح ومحدد، وقراءات سكر دائما تكون وياه، اكيد عنده يكون جهاز بالبيت. هذا كله طبعا اللي دا احكي اني ويا اخ رشيد واللي قبل الاخوه، حتى لا يكون الانسولين او السكر يكون عنده عالي الى حد ما نقدر. الجسم يعني الجسم يحتاج طاقه، انا احتاج السكر كطاقه، لما السكر ما اقدر احرقه يظل بالجسم، راح يظل بالجسم. الجسم مش راح يحرق، راح يحرق الدهون. لما يحرق الدهون راح ندخل بنوبة الحموضة اللي هي حموضة السكر، يعني يمكن يسمعوني الأخوة جوز قسم من عندهم جربيها. هواية من الحالات احنا نشخصهم لما يوقع الفاس بالرأس، لما تجي حموضة السكر واللي هي سببها انه الجسم يقوم مكان ما يحرق السكريات يحرق الدهون، فتتخربط ميكانيكية الجسم او الانزيمات اللي يكون داخل الجسم والأملاح، فندخل بالحموضة اللي قد تكون لا سمح الله قاتلة. فتضبيط السكر وتضبيط الجرعات مال الانسولين هو اهم شيء حتى نستبعد الحموضة والمضاعفات البعيدة اللي قلنا عليها على الكلى وعلى بقية الأعضاء. دكتور حقيقة عندي أنا هنا سؤال، انه العلاج بالانسولين لو اكو أدوية ثانية؟ ماكو ابدا، خلاص انت لازم تلتزم بالانسولين كان بطيء ولا سريع، نعم، وضمن جرعات وضمن سيستم يحدد الطريق. يعني مرات يعني شوف على الدعايات، نعم، نوع علاج بالاعشاب وعلاج بالهذا، نعم. صراحه اني ادعو الاهالي انه ما يعني ما تمشي عليهم هاي، لانه علميا ما اكو شيء حاليا غير الانسولين ما اكو. وهواي ناس يعني انا اعرف شخصيا، نعم، عوفوا الانسولين واخذوا هاي الاعشاب، واذا تخربطت الامور يا دوب الله ستر ورجعت الامور. نعم، رجعت الطبيب تاخذ انسولين. اي اي اي. نعم. يعني بالنوع الاول بالاطفال ماكو علاج حاليا غير الانسولين. نعم. طيب دكتور، يعني السكر بالاطفال خاصه اللي عمرهم مثلا سنتين او شيء، صعب نراقبه، يعني انه صعب الطفل يراقب الكبار، ممكن هو يراقب نفسه يحس بدوخه، يحس يعني أنه ممكن يسيطر، أنا أكلت فلان شيء، أنا زاد عندي السكر أو لا. الأطفال يعني ما عندنا شيء، يعني ما عندنا، هو ما عنده هاي القابلية أنه يراقب نفسه. أكو أجهزة ممكن تراقب له السكر مثلا؟ أكو طبعا، إحنا هذا الجهاز العادي، بس أريد أحكيها بالعلامات حتى، نعم، يعني إيه علامات حتى نعرف. نعم. الطفل يعني لما يكون عنده فد بكاء مو طبيعي ضروري نقيس للسكر، حتى وإن كان ما مصاب بالسكر، قد تكون هذا البكاء نزول أو صعود. لما الطفل ما يرضع زين، نعم، خصوصا مثلا إذا هو مصاب بالسكر أنه نأخذ للقراءة مال السكر. لما الطفل يصير عنده تقيؤ، لما يصير الطفل عنده حرارة، هاي من الشغلات أنه خصوصا إذا طفل مصاب أنه أخذ له، يعني عنده سكري أخذ للسكر حاليا، يعني أي وضع غير طبيعي للطفل لازم أخذ للسكر، ممكن يكون مرتفع. ضروري انه ايضا نبلغ المدارس لما يكون عندنا طفل مصاب بالسكر وهو يداوم بالمدرسة. نعم. ضروري انه المدرسة يعرفون انه الطفل مصاب بالسكر، لان احيانا يصير نوبة اغماء، يعني نوبة الطفل يفقد الوعي، فالمدرسة ما يعرفون شي يسووا له. نعم. يعني او مثلا اغمى عليه بدون ما يعرفون هو اصلا ايش بيه. فضروري انه يكون المدرسة يعرفون بموضوع إصابة الطفل بالسكري. بالنسبة للأجهزة أو شلون نعرف نقيس، طبعا الجهاز العادي اللي موجود، يعني أغلب الناس اللي عندهم سكري يعرفوا شكة خلال ثواني تطلع القراءة، يعني دقيق إلى حد ما، هو طبعا يعني مو يعطيك 100%، لكن يعطيك انطباع جيد. يعني أكو أحيانا أجهزة بس مو يعني مو دائما متوفرة، بس واحد يقدر يوصي عليها، تكون فد لزقة هنا على منطقة الكتف. تاخذ طبعا مثل الجهاز مالتك، نفس الجهاز السكر، تجي على اللزقه بس تخليه قريب عليه يقرا القراءه مال السكر، بيها فد سنسر يعني يتحسس فيعطيك القراءه مال السكر. هذا من الشغلات اللي تخفف الشكات على الطفل. نعم. تخفف طبعا، لانه تجي مثلا طفل يحتاج في 3 مرات تقيسه باليوم، 4 مرات باليوم، فتشكه يعني يتاذى، وبعدين الشكات ممكن تكون مصدر للالتهابات ايضا يعني. نعم. فهذا يعني ينطينا فد نوعا ما يعني سهولة للطفل وتعرضه لشكات أقل. نعم. يعني نعم. طيب اتصال، عندي اتصال. السلام عليكم أخ إبراهيم من صلاح الدين. السلام عليكم دكتور. حياك الله، أهلا وسهلا. عليكم السلام. أهلا. أشكرك دكتور ياك إبراهيم الحشماوي من يثرب. والله ونعم، حياك الله، أهلا وسهلا. أيوة دكتور، عندي طفل عمره 5 سنوات. نعم. دائما يعني متعلعل، وهاي يعني صار له أكثر من سنة يعني وزنه يطلع 13 كيلو.
16 كيلو واخذت ثلاث تحاليل. ايه عنده فقر دم يعني شويه حاد وهاي وضعيف يعني تحال الحين حاد. نعم الطول مالته شلون؟ زين زين طوله؟ طوله والله طالع اقل المتر. اقل المتر؟ اي والله سنتي. نعم تمام. نعم اي والله بتكون ضعيف يعني هيك ضعيف ما ماشي يعني. ان شاء الله تسمع الاجابه. شكرا جزيلا. اتصال اخر مصطفى من صلاح الدين. اخ مصطفى حياك الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام الله. تفضل سؤالك اخ مصطفى. دكتور بدون زحمه عندي نعم. ولد عمره 9 سنوات. 9 سنوات نعم. فدائما يصير عنده تبول لا ارادي مرات ومرات وعنده شويه حاله عصبيه. نعم يعني شنو حاله عصبيه؟ هذا هو ما صار اكثر بعد. شنو حاله عصبيه؟ يعني يتعصب. هو عمره 9 سنوات لما تحاكي على فد شغله يتعصب فيه. يتعصب حال. نعم تحسه ضعيف زينه صحته نشاطه شيء اموره زينه عاديه يعني؟ هو يعني اقل حكايه وياه يعني من ما تنبه على فد حاجه او الى نعم. شغله يتعصب يعني الى ابعد الحدود. عفوا اخ مصطفى التبول بس بالليل لو بالنهار همين؟ لا بس بالليل. تمام ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه. شكرا جزيلا. نعم دكتور جاوب اخ ابراهيم. بالنسبه لاخ ابراهيم نعم يعني 5 سنوات وزنه 16 مقبول لكن المشكله دي يقول طوله اقل من متر. نعم يعني بصراحه احنا عندنا بالنسبه للنمو عندنا يعني الطول والوزن نقيسهم سوا بحيث انا اشوف الطفل اباه على طوله واباه على وزنه. لما يكون الطفل طوله زين ووزنه قليل امشيها اقول له انتظر شويه. لكن لما يكون الطول قصير والولد سمين قد تكون المشكله عنده مثلا مشكله بهرمون النمو او بهرمون الغده الدرقيه. فاني بصراحه يعني ويا نقص الحديد نفكر بشغلات اخرى مثلا موضوع السيلياك اللي هو فقر دم ممكن حساسية الجلوتين نسميه أو بالعامية يسمونها حساسية القمح. فبصراحة يعني ضروري أنه يعني يراجع الطبيب يعني يفحصها مرة ثانية يفحصها بشكل زين يأخذ الطول. عندنا منحنيات النمو نقيس بها الطول والوزن بحيث أعرف هذا الطول على عمره زين لو مو زين الوزن كذلك زين لو مو زين ونشوف أيضا نوع اللي هو نقص الحديد ده يقول عليه. يعني ممكن اكو فد شيء يربط هاي الشغلات كلها ممكن غده شيء طبعا وارد لانه هو يقول يعني الوزن بالنسبه له زين على عمره لكن الطول قليل فاحيانا ممكن تكون السبب مشكله بالغدد النمو او بالدرقيه. نعم نعم طيب اخ مصطفى. الاخ مصطفى التبول الليلي لا ارادي. نعم. التبول الليلي حاله شائعه بصراحه. جزء من عدها هو موضوع وراثي يكون مثلا الاب او العام او الاخ الكبير وطالما بالنهار نظيف ما عنده مشاكل بال يعني يسيطر على نفسه اثناء النهار هذا الموضوع ما يخوفنا نعتبره اللي نسميه التبول الليلي الاولي. احنا يعني شلون شنو اللي يصير؟ انه الطفل اول ما ينام يفقد التحكم عليه على المثانه ويصير دائما التبول بالساعه الاولى من نوم الطفل. قد يكون طبعا هذا الموضوع له علاقه بالعصبيه اللي قال عليه لانه الطفل بالاخير يعني 9 سنوات كبير مو يعني واعي. فلما يشوف مثلا اخوه او صديقه ما عنده هاي المشكله وهو كطفل عنده هاي المشكله فممكن تاثر عليه وعلى نفسيته. اكيد الاهل هم قاعد يعني طبعا دور الاهل ضروري يعني ممنوع العقاب طبعا لازم تشجيعه انه مثلا شاف الصبح صاير عنده تبول ليلي قول له بابا عادي مو مشكله قوم غسل بس ساعد امك مثلا بغسل الفراش قوم ساعد امك حتى يحس بالمسؤوليه انه صار طفل كبير. ضروري انه نفحص له السكر حتى لو هو يعني بس بالليل وهو من زمان ضروري انه يشيكوا له السكر. ضروري نستبعد موضوع التهابات المسالك البوليه اللي يكون عنده التهاب بالمجاري البوليه. اذا ما عنده لا هاي المشكله ولا هاي المشكله اكو طرق من ضمنها انه الطفل يعني يقعدوه باول نص ساعه من نومه. اذا عنده زوائد لحميه او الجيوب الانفيه عنده بيها مشكله اكو فد ربط بينها وبين التبول الليلي. اكو ادويه طبعا لكن الادويه دائما نخليها اخر شيء
بعد ما نستنفذ كل الحلول السلوكية. نعم. عندنا اتصال أم عبد الرحمن من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا أم عبد الرحمن، تفضلي. هلا بك. يعني عندي ولد من عمر 7 سنين صابه سكر من النوع الأول. نعم. ودكتور عندي لحد الآن هو صار عمره 16 سنة. نعم. وياخذ الأنسولين بس قامت تظهر عنده مضاعفات ويتقيع، عندي التهابات قوية عنده بالمثانة دكتور، يعني جاي عالجها وما دا يصير زين، ويعني هل يصير لدكتور سؤالي يصير حوله من الأنسولين للحبوب يتحسس من ضربة الأبرة، يعني حتى خروج دم أثناء ضربة الأبرة. إيش قد التراكمي مالته؟ والله التراكم دكتور آخر شيء 9 طلع وشوية. نعم. هو ما يصير يعني كأنه نحوله من أبر إلى حبوب، ما يعني ما تفيد. ما يعني العلاج الوحيد أم عبد الرحمن يعني إنه لازم يأخذ الأبر، بس يمكن يحتاج شوية تنظيم على الوقت مالته. بس أريد أسألش، دخل بنوبة حموضة هو سابقا يعني؟ نعم دكتور. كم مرة؟ والله عدة مرات، يعني يصير عدة أثناء الطعام يصير عدة. يعني قد تكون هاي تكرار الالتهابات تخلي الطفل معرض انه يعني يدخل بنوبات الحموضه. يعني نعم. انا انصحه انه يعني يشوف موضوع ليش هاي الالتهابات اللي بالمجاري البوليه تصير عنده المتكرره، يعني ممكن يعني ممكن هي تكون سبب انه اكو فد مشكله عنده، بعد دائما التهاب، والالتهاب يخلي الطفل معرض انه يدخل بنوبه الحموضه. نوبه الحموضه يعني ام عبد الرحمن، بس حتى تكونين واعيه يمكن انت جوز تشرحوا لك الاطباء، يعني من النوبات الخطيره اللي قد تودي بحياه الطفل لا سمح الله. فاحنا اذا التهاب المجاري البوليه اللي دا يتكرر وياه هو دائما دا يدخل بنوبه الحموضه، هذا لا لازم احنا نشوف شنو المشكله بالكلى. ممكن نسوي له سونار الكلى، ممكن نسوي له اشعه ملونه. هل عنده مثلا مثانه عصبيه؟ عفوا، شكرا جزيلا، ان شاء الله تسمعي الاجابه، ظلي ويانا. نعم. فيعني ضروري انه يعني هذا السبب، هاي المشكله اللي تصير عنده بالمسالك البوليه اذا تخلي الالتهابات تتكرر والحموضه تتكرر وياه، يعني لازم يعني نوقع على المشكلة هاي شنو ونشوف لها حل. يعني ممكن تسوي فحص للكلى وغير. طبعا طبعا إذا الموضوع متكرر أنصح أنه يعني تتابع ويا طبيب كلى، شوف ليش هذا، ويقول له أنه هذا التهاب الكلى دائما دا يسبب له رجوع بنوبة حموضة الدم. دكتور، بظل وجود الحلويات وخاصة الطفل وحب لهذه الأشياء اللي ممكن ما نسيطر عليها، خاصة المريض السكري، النمط الغذائي للطفل وحتى للأهل لازم يتغير لو مرات عادي نغض البصر. يعني الطفل لازم يأكل نشويات. يعني النشويات هي الجزء الأكبر من طعام الطفل، أو حتى إحنا طعامنا يعني البالغين 50% من أكل الطفل لازم يكون نشويات، يعني الخبز، التمن، الألبان وغيرها، وهي أصلا ضرورية. حتى الطفل اللي مصاب بالسكر إحنا ما نقول له اقطع النشويات، وإنما نقول له اقطع الأكل الغير صحي، يعني النساتل، العصائر الصناعية، الحلويات اللي بيها سكريات عالية. لكن كأكل نشويات ضرورية جدا، لأن هي قلت لك هي السعرات، يعني ويا الإنسولين اللي دا ياخذه، فالحارس موجود والطاقة موجودة حتى تساعده بالنمو مالته والحركة، يعني طالب المدرسة مثلا، الطفل اللي يعني صار شاب ويحتاج حركة. فموضوع الأكل ضروري أنه يتنظم. الشيء المو صحي مو صحي، هذا مو زين. الطفل المصاب بالسكر والطفل اللي ما مصاب هو أصلا، وقلت لك حتى إحنا العوائل أحيانا يتغير نظام العائلة كله، فالطفل المصاب راح يكون يعني فد سبب إيجابي أنه بقية أفراد العائلة يكون أكلهم صحي حتى ما يكونون معرضين للسكري. تمام. عندنا أم سيف من واسط. السلام عليكم. أهلا أم سيف. السلام. تفضلي سؤالك. دكتور، عندنا طفل حالته ضعيفة والعيون مالته من جوا سود، يعني حتى لو أكل هاي يعني تبقى حالته ضعيفة. يعني هو ضعيف ضعيف؟ ضعيف، إيه كلش ضعيف، وعنده ديدان يعني مزمن، يعني حتى أجيب له هاي الشيشة الكل أسبوع لازم أطلب لي الأكل. شقد عمره وزنه؟ عمره وزنه شقد؟ عمره 4 سنين. وزنه شقد؟ وزنه 12. ألو؟ نعم. إيه نعم. تمام إن شاء الله تسمعي الإجابة، شكرا جزيلا. آخر اتصال يا ريت مخرجنا. نعم دكتور.
يعني عيون السود ضعيف، هاي الشكوى طبعا يعني دائما نسمعها، بس الوزن فعلا قليل. يعني ما تقول لي 4 سنوات وزنه 12 قليل، يعني المفروض على 4 سنوات يكون وزنه 15 16 تقريبا، هيك شيء. يعني هواي اسباب بصراحه قد يكون، يعني مثلا عيون السود دائما الناس لما يشوفون عيون السود يقول لك هذا مثلا عنده نقص فيتامينات. السبب الرئيسي حتى الطفل يكون جوا عينه اسود هو مشكله الجيوب الانفيه، هذا السبب الرئيسي. احيانا يكون اسباب وراثيه، واحيانا يكون نقص الحديد والسهر، طبعا هاي من الشغلات اللي تخلي الطفل عيونه سود. الديدان لها علاقه بالموضوع، بس مو ما يعني مو هي السبب الرئيسي. الديدان المفروض يعني اكو انواع من الديدان تتعالج، كل واحده لها فد نظام خاص سنه طبي. يعني انا بصراحه يعني انصح انه تراجع الطبيب، تسوي له يمكن فحص سريري اولا، اذا عنده جيوب، اذا عنده مشكله بالجيوب الانفيه، عنده مشكلة بالنوم ممكن واحد يحلها. يحتاج بعض التحاليل من ضمنها مثلا تحليل الحديد، يتأكد انه ليكون عنده نقص بهذا الحديد، ويعني متابعة كل 6 أشهر على الأقل بموضوع الوزن. طيب دكتور، يعني خلينا نقول هل هناك مؤشرات لحدوث نوبة سكر، انخفاض أو ارتفاع؟ شنو هاي المؤشرات؟ المؤشرات انه خربطة بالوعي تصير عند الطفل. يحس نفس الطاقة مالته نازلة أقل من الطبيعي. أحيانا تجي نتيجة لالتهاب بالجسم، يعني شلون قالت الأخت هنا أنه الطفل دائما يصير عنده التهابات، فممكن التهاب لوزتين، حرارة عالية، فيصير نسميه decompensation، يعني أنه عدم توازن بالجسم، أنه الجسم مدى يلحق على السكريات اللي موجودة، فترتفع السكريات وبنفس الوقت هو ما يقدر يهضمها، فيقوم يهضم الدهون، فندخل بنوبة الحموضة. دائما الطفل اللي عنده سكري لازم لما يتمرض مباشرة نتوجه به للطبيب. يعني أكو حالات مثلا طفل ما بيشي يصير مسخن، ننطيه خافض حرارة، ننطيه كمادات، نسوي له أي شيء. الطفل اللي مصاب بالسكري لا، ضروري انه صار مريض اوكي انطيه مسكن تمشي حال، لازم اراجع به الطبيب بالضبط. نعم. يشوف الطبيب تحسبا ل يعني مضاعفات. نعم. طيب دكتور، شنو الاسعافات الاوليه اللي ممكن اذا خلص اغمى عليه، خلينا نقول شنو ممكن نسوي له احنا بالبيت؟ احنا راح ننقل للمستشفى او للطبيب. شنو اول شيء ممكن نسوي له؟ يعني اول شيء طبعا احنا نوبه السكري احيانا تكون ارتفاع واحيانا تكون انخفاض. يعني مثلا طفل اخذ انسولين الصبح على سبيل المثال وراح للمدرسه على امل انه ياكل الاكل مالته، ما اكل، تحرك ولعب وهذه، فنزل عنده السكري فتخربط بالمدرسه. فاحنا ما نعرف هو هذا ارتفاع لو انخفاض. عاده الانخفاض ضرره اكثر شويه، واحيانا يكون مميت لا سمح الله. فاذا عندنا امكانيه انه الطفل بعده بوعيه انه نشربه سكر، اي شيء، عصير حلو، شوكليته، تمرايه، اي شيء حلو، بس لازم يكون بوعيه طبعا. هذا في حال انه سكر عنده نازل راح شويه ينقذ حياته، يعني راح يرفع السكر الى فد مستوى يقدر يستعيد وعيه بين ما واحد ينقله للمستشفى. اما اذا هو صاعد مثلا 500 وانطيته شوكليته صار 600، 500 و600 يعني مو فتشي، هو مرتفع بس على الاقل اني استثني فتشي قاتل ومميت لا سمح الله، واقدر اني امنع من عنده اللي هو يعني الهبوط مال السكري فارفع الهياء. اما اذا الطفل فاقد الوعي لا، هذا لازم نطيف فتشي بالوريد، اذا اكو ممرض مثلا بالمدرسه، اذا بالبيت احد يعرف ينطيف فتشي بالوريد طبعا. بس هاي يعني ما اتوقع البيوت، يعني اغلبيه البيوت ما عندهم هاي الاجراءات، يعني اللي ما عنده مباشره يروح بي إلى المستشفى. طيب دكتور، أنا عندي شوية مجموعة أسئلة، عندي تقريبا دقيقتين. أول سؤال هو يحتاج معاملة خاصة بالمدرسة؟ بالتأكيد، ويحتاج المدرسة يعرفون، يعني يعرفون على الأقل يعرفون. نعم. يعني مرات أكو أطفال مثلا ما يريد أحد يعرف من زملائه، على اعتبار كادر المدرسة، على الأقل كادر المدرسة، الإدارة، المعلمة مالته لازم تعرف أنه هذا الطفل، بحيث تراقب عليه علامات، يعني قلنا علامات الإعياء، التعب، التعرق. ضروري أنه تسأله مثلا إذا عنده جهاز مثلا وياه، أو إذا عندهم جهاز نقيس الهياء بالمدرسة. طيب دكتور، أكو هذا من الفيس يقول لك أكو وقاية حتى نحمي أطفالنا من، خاصة اللي عندهم وراثة، يعني عندهم وراثة بالعائلة. نعم. خلي نحمي أطفالنا من هذا المرض. ذكرناها بالبداية، الرضاعة الطبيعية زائدا نظام غذائي متوازن صحي بعيدا عن السكريات والحلويات.
اللي تسوي لنا ضغط على يعني الجسم، زائدا النوم المنتظم. طيب والمتابعه الدوريه مع الطبيب، يعني اذا عندنا تاريخ عائلي قوي ممكن احنا نسوي له تشيك دوري كل 3 شهور. ممتاز. ممكن تحاليل. النوع الاول يتحول الى نوع ثاني يعني الطفل؟ لا بالعكس، لا النوع الاول ما يتحول الى الثاني، لكن الثاني يستمر وياه. هذا يستمر وياه يعني طول حياته. نعم. والنوع الثاني لا ممكن يتحول الى النوع الثاني يعني. غالبيتهم نشوفهم بالكبار يمشون على ادويه لفترات طويله، بعدين يمكن اذا صار عند يعني عدم استجابه يعني ياخذون مساعد وياهم انسولين. طيب دكتور اخر نصيحه في نص دقيقه تفضل. والله اخر نصيحه انا اقولهم للناس، الاكل والسمنه ونمط الحياه كلش مؤثر بالنوع الثاني اكثر من النوع الاول. يعني دائما النوع الثاني اللي هو نشوفهم بالسمان، وننصح الاهالي دائما انه الاكل الجاهز، المشروبات الغازيه، القعده دائما على التليفون وعلى البلاي ستيشن، هاي تخلي الطفل معرض للنوع الثاني اكثر من النوع الاول. النوع الاول هو الجانب الوراثي بالجانب الاكثر، وانا دائما انزل يعني بعض النصائح على صفحتي على فيسبوك، انزلهم صوره رقبه الطفل الخلفيه مالتها تكون هيك مثل السواد بيها، دائما تصير بالطفل اللي عنده مقاومه انسولين. فيعني احيانا مره يعني مشارات بصراحه المحزنه، يعني واحده من الامهات ابنها عنده سكري، فجاني وراها دا اقول لها هاي العلامه ايش قد صار لها؟ تقول لي والله دكتور يمكن صار لها سنه او اكثر. زين قلت لها يعني ما انتبهتي؟ قالت لي انا على بالي وصاخه تقول اجيب الليفه واغسل بيها بس ما تروح. اي يعني نعم. سبحان الله يعني نعم. فواحده من الشغلات انه خصوصا اذا طفل سمين دائما ننتبه على رقبته، قد تكون واحده هاي من العلامات المنبهات مبكرا حتى نتجنب حدوثها بنمط الحياه الصحي اللي هو بدون السكريات الزياده، بحركه، بايسيكل، طوبه، نشاط رياضي، سباحه، هاي نقدر نتجنب بيها. أحبتي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. الشكر أولا لضيف حلقتنا أخصائي طب الأطفال دكتور محمد سعد على كل هذه المعلومات والنصائح، شكرا جزيلا دكتور. الشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين على كرم الاستماع والإنصات. سئل سيدنا علي رضي الله عنه كم صديق لك؟ قال لا أدري الآن، الدنيا مقبلة علي وكل الناس أصدقائي، إنما أعرف ذلك إذا أدبرت، فخيرهم من أقبل إذا أدبر الزمان، فالصداقة دوام ووفاء. إلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم تقبلوا تحياتي أنا أحمد العاني في مالا.